كيفكم اليوم؟ اليوم بدي اعمل مرقة السمك، مرقة سمك كمان كتير طيبة للصوص ولشوربة السمك. شي نهار بنزلكم الوصفة. انا بالعادة بجيب سمكة كاملة، فبعمل اللحم لغير طبخة وما بكب العظم، العظم لانه فيها كل النكهة وكل الطعمة، فبحطها بالطنجرة مع حبة بصل، حبتين جزر، وشوية كرات، وطبعا مع شوية ملح، وبحط فوق المي، وأول ما تغلي طبعا بشيل منها الرهوة. تقريبا نص ساعة، أكتر بشوي من نص ساعة على نار هادية طبعا، وبشوفكم بعدين. شوفوا كيف صفيت مرقة السمك بعد نص ساعة وحطيتهم بالكيس. انا بحطهم بالفريزر، طلعن وقت بدي استعملهم.